كيف؟ نفذت وعدي ولا لا نجيب؟ أنا قلت لك إني رح أخذ الأولاد منك وهي أخذتهم. ما بتعرف قديش أنا هلأ مبسوط لأني أخذت أولادك منك وحرمتك منهم. هذا من شان تنبسط أكتر. كيف؟ إن شاء الله انبسطت هيك. تفضل سيدي. شو هادية؟ من وين طلعت لي هي هلأ؟ أخي شوفي، مو هي أسينة؟ ورجيني. مزبوط، هي بذاتها. شباب لو سمحتوا ممكن تطلعوا تتركوني شوي لحالي؟ ماشي مثل ما بدك. اسم الحركة أثينا، ملكة صويلو، لسه ما ماتت. ملكة صويلو يعني لساتها لهلأ عايشة. بيقولوا مصير الحي تلاقى، معناتها لازم لاقيكي بسرعة منشان صفي حسابي معك يا ملكة. يا ترى شو عم بيساوي؟ صار له أكثر من ساعة قاعد جوا لحاله. شو بيعرفني؟ اسمع، سيد مسار عم يستنانا، قله بدنا نروح. طيب ماشي، راح قله. شو؟ ليش لقله أنا؟ ما دخلني، أنت روح قله. خيري خلاص، يلا قله لنروح. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك انت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ يعني شو بدي يكون عم ساوي؟ كنت بدي نادي لك ففتحت الباب. والله انا معجب كتير بسرعة بديتك وذكائك. عندك الحاسة السابعة ها؟ خيري بلا مسخرة. ايه انا كتير متضايق. وليش انت متضايق؟ ما في شي بيستاهل تتضايق. ليك انا كتير عم بتعرض لمشاكل بس بضل عم تضحك. خيري تفضل انت. ايه لحتى أقدر لاقيكي لازم لاقي بجهاز بالأول، وقد ما كان الثمن غالي أنا رح لاقيكي. كانوا رح يبعثوا لنا ملف سري، يا ترى شو صار فيه؟ لسه ما بعثوا لنا شيء، بس وصل بخبرك. ماشي. ضابط نجيب، سيد نجيب، سيد نجيب. خير، صاير شيء لمديركم؟ كان عنده اليوم محكمة بخصوص وصاية ولاده، الظاهر إنه خسر القضية. لشوف شو القصة. يلا. بعد إذنكم اتركوني لحالي. سيدي كنا عم نرتب الأضابير، كل شي ملخبط هون. ماشي بعدين بترتبوه هون. سيدي ما ضل غير شوي، معلش بس لنخلص. لك شو أنتوا ما سمعتوا شو حكيت؟ أنا قلت لكم لبعدين، عم تحصوا أوامري. استغفر الله سيدي، نحن ما كان قصدنا هيك أبدا. ماشي لكان، يلا طلعوا لبرا. طلعوا. خير سيد نجيب، صوتك معبي الكريدور، في شي مشكلة؟ بترجاك، مالي مرق احكي مع حدا.
بعدين منحكي. ما بيصير، نحن على طول منحكي مشاكلنا لبعض. شو صاير معك؟ موضوع الأولاد هلأ سمعت فيه، كان عندك محكمة. ربيتهم وتعبت كتير ليل ونهار من شان ما أحرمهم من شي، ما خليت ولا لقمة حرام تفوت بتمهم، بالآخر هاي جزاتي يا عالم. شو كان قرار القاضي؟ راح أعطى حق وصايتهم لهداك قليل الشرف سنان. استغفر الله، ما فهمت كيف صار هيك. صار يا سيادة المدعي صار، وأنا ما فهمت، وبنتي نورا ما قصرت بنوب، خبصت قدام القاضي. نورا هلأ بفترة المراهقة، أكيد لعبوا بعقلها وعلموها تحكي هيك. بنت راشدة بالغة وهلأ صارت بالجامعة، كيف بيلعب بعقلها؟ قالت له بوشي ما بدي أعيش مع بابا. دخيلك يا ربي، بس لو أعرف أنا وين غلط. شوف على هالحالة اللي وصلت لها، صرت عم أسأل حالي، يا ترى معقولة أنا ما عرفت ربي هالبنت؟ كلنا منعرفك منيح، أنت أب مثالي. بحياتي ما قبلت رشوة وما قبلت شي حرام، وأنا مرة شهد زور وبشتغل بشرف وضمير. عم أحكي مزبوط ولا لا؟ نجيب اهدى شوي. طيب ليش ما تفهمت مع نورا؟ شو بيعرفني رح تعمل هيك؟ ما هي ضحكت علي، فكرت رجعت لي، بس تاريها خدعتني. أنت عملت اللي عليك، وهدف سنان هو أنه يحطم لك معنوياتك. ما عم صدق اللي عم يصير، عذاب هالسنين راح الفاضي، كل الناس اللي بحبهم صرت عم أخسرهم واحد ورا التاني. عم قلك فوت لجوا. خلاص عم قلك تركني، ما بدي اياك. كل شي صار من تحت راسك انت. بس انا ما عملت شي. لا عاد تحكي معي، تركوني انا بدي روح، بعدوا عني. عم قلكم تركوني. تفضل يا بكاس. بدي بابا وبس. شو عم تساوي؟ وينك انت؟ اخذنا حق وصاية البلاد بالمحكمة وهلأ نحن بالبيت. عم قلك تركيني، بعدي عني. رح نجتمع ايدك. مين جاي معكم؟ عزيزة وزكريا واثنين ضباط. اهدى حاج تعبير. طيب عم استنى. ما بدي اياكم، انت زودت كتير. بدي روح على بيتنا، تركيني. ايمن اهدى شوي. ايمن بدي اياكم. انت شو عم يصير معك؟ خلاص اهدى. فهم بقى، من بعد اليوم هذا البيت بيتك، ان عجبك هالشي ولا ما عجبك. من وين لوين بيتي؟ ما بدي ضل بهالبيت. بكفي بقى، لا تعذب حالك، ما عاد فيك تعيش ببيت أبوك. يعني لازم عيش معكم بالغصب؟ أنتوا ما عم تفهموا، ما بدي عيش معكم. أختي أرزو خلاص اتركوه، اتركوه لوين ما بده يروح. أنت ما بتستحي على حالك، شفتي شو صار لبابا بسببك؟ أنت ناكلة للمعروف. أيمن أنت شو سويت؟ ليك ولا شو مفكر حالك؟ كلك على بعضك شفة فصعون. أنت ما بتفرق عن أبوك منوب، واحد مشراني، صرعت لنا رأسنا من الصبح، وهلأ بدك تضرب أختك. سنان أنا بترجاك. تركيني لا تتدخلي. سنان خلص أنا بعرف كيف تتصرف مع هالولد. أنا مو خايف منك. يلي بيطلع بإيدك أعمله. ليك ولا صدقني بقصر لك هالكان هذا. سنان بترجاك اهدى، لا تعمل هيك. بلا هالحكي الفاضي، أنا ما بحب شوفك بهالحالة هاي. أنت بتعرف إنه الضربة يلي ما بتكسرنا هي يلي بتقوينا، ولسه ما خسرت شي. أنت لهلأ فيك تعترض على هذا الحكم، لسه في ناس نزيهين. وين هالناس النزيهين؟ بس اللي وينهم؟ شو مانك شايف؟ هدول عم يصلوا لوين ما بدهم بالرشوة، من أصلهم إيد بيطلع لهم 100 إيد، حتى صايرين مثل الأخطبوط بالبلد. يا ريتك لو شفت قاضي المحكمة، عينك عينك ارتشى وضحكوا عليه. قال للأمني ألعوني لبرا، طلع جوات عيوني بكل وقاحة ونزع مني روحي. بترجاك تحاول تهدى، العناصر يلي عندك ما بيصير يشوفوك من هار هيك. قلبي عم ينحرق من جوا، فهمني، في حدود للصبر وما عاد اتحمل. لوين رايح؟ لوين رايح؟ والله ما بعرف. نجيب دقيقة، كل شي انتهى. ما في شي انتهى. أنا اللي انتهيت، كسر ظهري، ما عاد أقدر أتحمل، حاسس كل الدنيا عم تتآمر علي، ما عاد عندي قوة. أنا بترجاكم افهموني، عم حس حالي عم اختنق وعم إجي لهون غصبا عني. لسه ما انتهى شي، طول بالك. بعدي. عاد اسق بشي اسمه عدالة، ولا قانون، ولا انه في حقوق. تاري غيس كان معه حق. ضع
ضابط مثلك ما بيصير يغلط ويحكي هذا الحكي. ليش؟ القانون رح يقدر يرجع لي مرتي للحياة؟ هات خبرني مين اللي قتل مرتي وينه؟ مين اللي رح يحاسب يلي أخذ ولادي غصب عني؟ الشوارع مليانة بأمثاله، تقدر تنكر؟ إذا هيك روح لكان، خذ المسدس معك وهجوم على بيت سنان وحط المسدس براسه وأوصه، بلكي وقتها بترجع لك مرتك. تعرف أنه هالفكرة كتير خطرت على بالي؟ بس لو ما كنت زلمة بخاف من الله صدقني ما كنت استنيت لحظة ورحت ساويت اللي قلت لي عليه بسنان. بس أنا بخاف الله. يلا بخاطرك نجيب، هذا القسم بحاجة لإلك. هنن هدفهم يزعزعوا إيمانك ويضعفوك. وليش برأيك؟ لأنه خايفين منك. هدول عم يلعبوا فينا مثل ما بدهم وعم يضحكوا علينا وما عم نعمل شيء. خلونا بلا ما نتدخل، المدعي العام بيحلها. رح خبر بابا انك عم تضربني ورح يكسر لك راسك. ولك افهم بقى، امك وابوك خلص راحوا وما ضل الك غير انا وبس. سنان انت زودت كتير، خلص اتركه بابا. جدو بترجاك اتركه. تعالوا، لا تعال هون. جدو ما حدا يتدخل، انا بعرف كيف اتعامل معه منيح. يلا لشوف، روح على غرفتك. سنان لو سمحت، والا رح اضربك ودعوسك تحت رجلي وما رح ارحمك بالمره. انت واحد امشي. مجنون جدو، ما بدي امشي معك. جدو بترجاك اتركه. ولك هذا الولد طالع نسخه عن ابوه، انت مثله عنيد وراسك يابس. منيح يا رب تعرف هالشي. اختي ارزو ساوي لك شي. طب شو بساوي؟ ما عم يسمعني مالك شايفه؟ يلا تركني سنان، بكفي بقى عن جد زودت، اتركه للولد. يلا انت جنيت، امشي امشي ولا يلا. اذا عن جد بدك تحاسب يلي قتلوا مرتك، الغضب والصريخ ما بيوصلوك لاي نتيجه. بالعكس لازم تتعاون مع هالشباب يلي عم تديرهم، بالرغم من كل شي في عدالة وفي قانون، وراح يجيبوا لك حقك. وشو الفايدة من هالشي؟ منلاحقهم ومنقبض عليهم، تاني يوم بيطلعوا بيحتفلوا بانتصارهم. نجيب، إذا أنت فقدت إيمانك بقضيتنا، غيرك شو راح يقول؟ بدك تترك الوظيفة؟ ولا نسكر قسم مكافحة الإرهاب ونحط على الباب مغلق وخلي كل واحد يروح ياخد حقه بإيده، والناس المتكلين علينا يروح يلاقوا بلد تاني يعيشوا فيه؟ هذا اللي بدك ياه؟ امشي امشي، ما بتطلع من هالغرفة، فهمت؟ رح اطلع وبكرة رح تشوف. ناقصني انت تتحداني كمان، اذا طلعت لبرا من دون اذني رح تشوف شو رح ساوي فيك. ها انت ما رح تقدر تخوفني وما بتسترجي تعمل لي شي. ايمن بكفي بقى، لا تيبس راس على الفاضي. سمعت القاضي، نحن رح نعيش ببيت جده. مزبوط ايمن، حط عقلك براسك، انت عم تعب حالك على الفاضي هون. كلكن رح تشوفوا، بابا رح يحاسبكم ويدفعكم الثمن غالي. ليك ولا انا ما فيني اتحمل هالحكي الفاضي تبعك، فلا تستفزني احسن لك. خلص جدو. يلا حبيبي سنان، خلينا نتركه يراجع حساباته، بالاخر رح يتعود يعيش معنا. لا توتر حالك كرماله. يلا تركوه لحاله، ما رح تقدروا تساووا لي شيء. بابا رح ياخذني او انا رح اروح لعنده. ما فيكن تحبسوني هون، انا ما رح ضل محبوس عندكن، رح روح لعند بابا. يلا افتحوا لي الباب. ما عاد قول شي، مثل ما بدك، بس فكر منيح وقبل ما تقرر اي شي لازم تعرف انه نحن بحاجتك، وخاصة بهالوقت اكتر من اي وقت. برأيك عنا فرصة لنطهر البلد من هالمجرمين؟ اكيد عنا فرصة لنطهر البلد منهم، بس إذا حضرتك تصرفت بهي الطريقة رح يكون صعب. يلا تمالك أعصابك، ومنشان أولادك رح يرجعوا لك، بس حاول إنك تصبر شوي. شباب لا تواخذوني، أنا متضايق كتير. بعتذر منكن من سيادة المدعي العام، سامحوني. أستغفر الله سيدي، أي حدا مكانك بيعصب. لازم نصبر بهالايام الصعبة، بس شو بساوي؟ تعرفوا يلي بياكل العصي مو مثل اللي بيعدها. لا تواخذوني يا جماعة، يلا روحوا كل واحد على شغله. غيث انت منيح؟ شو صار؟ ما في شي، انا منيح. اسمع اخي، اذا في شي مخبي عنا بدي ازعل، رح اخذ على خاطري منك. احكي شو في. خيري عطيف، صاحبنا معصب. سيد غيث لو سمحت خلينا نروح بما انه خلصنا. تعرف لازم ارجع على القسم. بالاول بتروحوا على المركز، انا راح اخذ السياره، بعدين بلحقكم. لوين رايح؟
بدي اخذ اذنك لحتى اروح، عندي شغل. ماشي غيس، روق شوي، خلص شغلك والحقنا. طيب يلا يلا انتم يلا. الو، طمني خلصتوا المهمة؟ ايه خلصناها. صار شي مشكلة؟ ما صار شي. لازم شوفك ضروري. بخصوص شو؟ موضوع خاص وكتير مهم. طيب انا فيني شوفك بعد ساعة. طيب ماشي. شو هالموضوع الخاص؟ خير ان شاء الله. ليش تأخرتوا كل هالقد؟ لا خلصنا المهمة. غيس وينه؟ عنده شغلة وراح بالسيارة. وشو هالشغلة بقى؟ ما خبرنا، سر. خيري أنا عم أسألك إلك شي؟ بعتذر سيد مسار. بدل ما تعتذر تعود إنك ما تحكي من دون إذن مرة تانية. إيه فاروق؟ ما بعرف سيدي، ما خبرنا شي، بس ما كان مبين عليه رايق، متضايق من شي. خير إن شاء الله. بدك الحقيقة سيدي، شي شاف الملفات اللي سحبناهم من بيكهاس اتضايق وما منعرف شو صار له. ليلى 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 ليلى، وينك انت؟ لك ليلى وينك لهلا؟ بدك ما تواخذني، ماني فاضي لك هلا. هذا فصل الموبايل، شو عم يصير مع هالولد؟ ما قال كل شيء؟ والله ما قال شيء. آسف. غيس شوفي ليش طلبتني؟ ولا شيء، بس بدي أسألك كم سؤال. خليتني إجي على ملا وشي وهلأ عم بتقلي ما في شيء بس كم سؤال؟ شو هالموضوع المهم كتير؟ وينه بيكهاس؟ وشو بدك منه؟ بدي إياه. عاطف، يا ترى شو هالشغلة اللي شافها بالكمبيوتر وزعجته كتير؟ فيك تعرف؟ والله ما بعرف، بجوز شاف شغلة بملف من الملفات اللي نسخناهن. سيد مسار انت لا تقلق، هلأ عاطف بيحل اللغز. انت بتعرفني كتير غلبة وعطول بحكي كلام فاضي، ما عم بقدر اتحكم بلساني، لا تواخذني. برافو عليك، اخيرا اعترفت انك غبي وكتير غلبة. هذا الحكي عيب قدام السيد مسار. بكفي، خلونا بشغلنا هلأ. لازم نلاقي غيس. ابعثوا لي نسخة من كل الملفات اللي نسختوها من لابتوب بيكهاس. راح نشوف كل الملفات. فاروق انت لاحق هالموضوع، انا عم استنى تقرير عن هالملفات منك. حاضر سيد مسار. يلا يا شباب بسرعة بسرعة. امشي عاطف امشي. يا ترى شو هالشغلة الغامضة يلي عم تشتغلها من ورا ظهري يا غيس أفندي؟ السيد مسار طلب منك هالشي؟ سيد مسار، انت ما عم تقول الحقيقة. انت شو عم تحكي؟ انا سألتك وينه بيكهاس، اذا بتعرفي خبريني. واكيد بتعرفي وينه. انا ماني مطمنة لسؤالك هاد، وحاسي انك رح تساوي شي شغلة من راسك. ليكي ليلى، لا تخليني افقد اعصابي. ها، بدي لاقي هالقليل الشرف. ليك غيس، ما بعرف شو قصتك، فهمني شو صاير معك، ساعتها ممكن ساعدك، والا رح روح. انت ليش عم تعنديني؟ عم اسألك سؤال مثل العالم والخلق، ما بدك كل هالقصة، بس جاوبيني وخلصيني. وينه بيكهاس؟ انا بقلك عن مكان بيكهاس، بس بشرط تقلي شو بدك منه. اذا الموضوع منطقي بقلك عن مكانه، واذا ما فهمتني شو القصة رح روح. مليكة، مليكة لسات عايشة
وما حدا بيعرف مكانها غير بيكهاس. بدي أسأله وينها. سيد مسار، يمكن أنا عرفت شو هو الملف اللي زعج السيد غيس. طريقتك بالحكي بتضحكني. شو هذا الملف؟ أنا بعته لجهازك، فيك تشوفه باللابتوب الخاص. بس اسمح لي ساعدك سيدي. الحقيقة نحن ما شفنا شيء، شو في جوات هالملف؟ يلا أنتوا اثنين اطلعوا لبرا. يلا يلا امشي امشي. عاطف، شو في جوات هذا الملف؟ ما بعرف، وانت شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ لا تتمسخر، نحن هون بالاستخبارات، مو مثلك لحالي سخافات الانترنت، شغلنا بيحدد طريق الحياة. ايه، هلعني يا ولك؟ لعم على هالمصيبة اللي نزلت علينا. إذا عرف غيس حقيقة هذا الشيء رح نوع بمشكلة كبيرة كتير. أنت شو قلت؟ مليكة لساتها عايشة؟ مرتك مليكة؟ إيه، قال ما ماتت. وكيف عرفت بالموضوع؟ المهم إني عرفت هالشي ولازم لاقيها هلأ، ومن شان لاقيها لازم لاقي بيك أهاس بالأول. سيد مسار عم يتصل، وانت هلأ مضطرة تحكي لي مكان بيكهاس. غيس لا تخبص، انت رح تخرب كل شي. سيد مسار بيعرف بهالشي؟ اسمعيني، هديك المرة دمرت لي حياتي، فهمتي؟ ما بتتخيلي قديش حبيتها، بس ضحكت علي وخدعتني لما كنت رح أوصى. سيد نجيب منعني أوصى، وهلأ اجت الفرصة لحتى انتقم منها، فهماني علي؟ ايه حاجة تخبص. ومين قال لك اني عم خبص؟ مين؟ ما بتعرفي هالحي شو ساوت لي؟ تمنيت اني اعيش ببيت واحد سوا، وكنت رح ابلش حياة جديدة معه. لك افهمي علي، انا كتير حبيتها اكتر من روحي. انت عقلك مو براسك. شو عم تساوي؟ رح خبر سيد مسار. ما رح تخبري اي حدا، وجاوبيني بسرعة على سؤالي. قولي لشوف وينه بيكهاس. يلا قولي وينه. شو مفكر حالك عم تساوي؟ لا تخبص، إذا السيد مسار عارف رح يتضايق. اسمعيني، لك أنا واحد مجنون. أنا مجنون؟ عجبك ولا ما عجبك؟ ماني زلمي طبيعي بالمرة، وماني من المجانين يلي بتعرفيهم. ما فيني أضمن تصرفاتي وأضبط أعصابي بنوم. لما بتجيني نوبة لجنان ما عاد شوف قدامي، وما حدا شو مساوى بيقدر يهديني. يلا خبريني لأشوف عن مكان بيكهاس. هات بدي اتصل مع السيد مسار، بلكي بيساعدنا بشي، وإذا مليكة عايشة أكيد بيعرف. أنا بدي بيكهاس مو مسار. شو ما عم تفهمي؟ خبريني وينه هالواطي، قولي لي وين بلاقيه. لك قولي قولي. تفضل سيد مسار. حدد لي مكان غيس وين هلا وبسرعه. مثل ما بتأمر سيدي. الاخبار سيئه. شو في كمان؟ بتعرف الوثائق والملفات السريه اللي سرقها بكهاس من الدوله؟ ايه. هلأ عم بيحاول يلاقي طريقة ليفك تشفير الملفات. كيف يعني؟ والله ما عندي معلومات، بس لقينا اسم ضابطين بالظاهر انهم وقعوهم بشباكهم، وعندهم فيديو إباحي لهالضابطين. أنا بتوقع انهم رح يستخدموا هالفيديو ضدهم. يعني رح يبتزوهن؟ طيب برأيك بشو رح يستغلوا هالشابين ورح يستعملوهن؟ لهلأ ما بنعرف أي شيء، بس أكيد في عندهم هدف وسخ لحتى يلاحوا هدول الشابين. عطول بيوقعوا كتير أشخاص مهمين وبيستغلوهم بهالطريقة الوسخة. أنت معك حق بهذا الشيء. معناها خلينا نلاحق هالموضوع قبل ما يكبر. أهلين وسهلين فيكم ببيتي المتواضع، وأنا برحب فيكم وبشكركم لأنكم شرفتونا بهالزيارة المفاجئة. أهلين وسهلين. أهلين فيكم. أهلين فيكم. أنت بنت الضابط نجيب مو هيك؟ اسمك كان اسمي نورة. نورة، تشرفنا.
إلي الشرف. وأنا شفتك قبل هالمرة بالتلفزيون. أكيد عرضوا عني شغلات مو حلوة فلا تصدق كل شيء. سنان، أرزو، منعرفكم بهالشباب حسين وأرجان. تشرفنا. 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 مرحبا. أهلين. تشرفنا. مرحبا. مرحبا. إيه، طالما خلصنا التعارف صار لازم نحكي بغدا العمل، ما؟ بالحقيقة نحن ما كنا متوقعين يجي لعنا ضيوف اليوم. الشغالة عم تحضر السفرة، لا تواخذونا رح نطلكم شوي. بتحبوا تشربوا شي لحتى يجهز الغدا؟ أنا بدي ويسكي. وأنا بدي مشروب كمان. تكرم. رح قلك كل شي معلومات عنا. بكهاس في عنده معلومات ووثائق كلياتها مشفرة، بس ما عم يقدر يفتحها لأنها مشفرة بطريقة خاصة وذكية. مزبوط. ومنشان يقدر يفتحها ويقرأ يلي جواتها لازم يفك الشفرات. مشان هيك لازم يكون عنده جهاز فك الشفرات. مزبوط. بهالحالة هو شو رح يساوي ومين رح يساعده وإمتى رح يعملها؟ لازم نلاقي الأجوبة لهالأسئلة. سيد مسار حددنا مكان أخي غيس، هو بهالمنطقة. ماشي، يسلموا. فاروق، أنا راح أطلع، أنت تابع التحقيق بهذا الموضوع. عقلك مانو براسك، ومثل ما قلت أنت مجنون. ما راح تجاوبيني؟ يعني أنت مصرة عنديني؟ ما عم عندك ولا شي، بس أنا حابة ساعدك. طيب كيف عرفت إنها عايشة؟ أنت متأكد؟ ليلى، ولا مرة شفتي هالبنت عند بكهاس؟ حاولي تتذكري، بلكي كانت عم تجي لعنده. حاجة تخبص، وحدة ميتة كيف رح تجي لعنده؟ لكان ليش على طول بتسأليني عن مليكة؟ ها؟ أنت عم تكذبي؟ أنا بحسنك أصحك تكذبي عليها، قولي الحقيقة شفتيها ولا لا؟ ها؟ عم قلك ما شفتها، ولنفرض إنه كلامك مزبوط ومليكة بعدها عايشة، شو رح تساوي إذا لقيتها؟ مالك علاقة بهالشي. أنا في إلي حساب قديم معه ولازم سكره، وبعدين اسمه بينمحى نهائيا. بس المهم لاقيها، يا رب إن شاء الله تكون عايشة. بدي خليها تتمنى الموت وما تحصله. سنان شو صار؟ ما جهز الأكل لهلأ؟ وينك يا مروة؟ سنان بيك من رجالنا المخلصين اللي بيساعدنا بشغلنا، هو من زمان بيشتغل معنا. إمتى بيكون جاهز الغداء؟ 5 دقايق بيكون كل شي جاهز. طيب استعجل. يلا استعجلي استعجلي. سيدي السفرة جاهزة. طيب شكراً لك. يلا يا سادة تفضلوا. كتير منيح. تفضلوا. يلا لش. تفضلوا. شو هاد يا؟ عاملين عزيمة اليوم؟ شو القصة؟ سنان بك انت بالأول. تفضلوا من هون، أهلين وسهلين فيكم. العفو، انت قبل. لا ما بيصير، انتوا ضيوفنا. تفضل. لو سمحت. لا من بعدكم لو سمحتوا، تفضل. شو كان اسمه هاد؟ بوكيتاسشي؟ تفضل يا سادة. شكرا لك. تفضلوا، شرفتونا. تفضلوا يا سادة، تفضلوا. تفضل سيد بكهاس. تفضل. شكرا. أهلين فيك. عن جد بيتك حلو كتير. والله كل هالديكور من ذوق أرزو. عن جد أنتو زغر هالوطن.
الله يعطيكم العافية ويقويكم. نضالكم واجتهادكم بشغلكم هو فخر لألنا. بتشكرك لهالمجاملة الحلوة سيدي. تفضلوا يا سادة. شكرا لك. شكرا. بما أنك ما رح تقولي على هالحالة رح لاقي بطريقتي الخاصة. يلا بخاطرك. خير سيد غيس؟ شو هاللقاء السري بيناتكم؟ اتصلت فيكم بس ولا واحد منكم عم يرد علي. انتوا على مين عم تدوروا؟ انا ما عم دور على حدا، بس غيس بده بكهاس. وانت شو بدك من بكهاس؟ في حساب قديم حابب سكره معه بقى. شو هو؟ مليكة، عم بيقول انها عايشة. مليكة؟ من وين طلعت بهالقصة؟ من لابتوب بكهاس سيدي. وهلأ صار عنا فضول نعرف شو هالموضوع المهم. مثل ما انتو بتعرفوا وبمساعدة مدام عزيزة وصلنا وثائق كتير مهمة بس مشفرة. بس في مشكلة صغيرة. وشو هالمشكلة؟ هالوثائق والمعلومات كلها مشفرة بطريقة خاصة وذكية كتير. يعني المعلومات والوثائق مشفرة ومنشان هيك ما عم نقدر نستفيد منها. يعني مشان نقدر نفك تشفير هالوثائق لازمنا جهاز فك التشفير، وقتها منقدر نفك شفرات الملفات ونقراها. معناتها في سؤال كتير مهم. قلي لشوف، جهاز فك الشفرات كيف رح يكون بين إيدينا يا ترى؟ يلي بعرفه أنه جهاز فك الشفرات حينقلوه من مكانه على نقطة أمنية تانية. بس أكيد لازم ينتقل لعنا. طبعاً إذا الشباب ساعدونا بهالشي. أنتوا شو عم تحكوا؟ مستحيل نسرق جهاز فك الشفرات، رح يخترقنا الهاكرز وقتها وفوراً رح يسحبوا خيوطنا. يا بطل، أساساً أنت خيوطك من زمان سحبت. إدمانك على المخدرات والشرب والإمار والبنات اللي كنت تطلب من مدام عزيزة تبعت لك ياهن، شو بالظاهر نسيت كل هالشغلات الحلوة ها؟ إذا كنت عسكري بتحب وطنك وبتخاف عليه، ليش عملت كل هالشغلات الوسخة وحطيت حالك بهالموقف؟ وشو علاقة هذا بهداك؟ كانت نزوات شخصية وطيش شباب. ليك هذا الحكي ما بيمشي علينا، كل شيء له ثمن لازم تدفعه. بما أنه نحن قدمنا لك الوسائل لتتسلى، لازم تقدم المقابل. يعني مثل ما بتعرف أنه الدنيا ما فيها شي ببلاش. رفيقي شوي متوتر، لا تواخذوا. خبرونا شو بدكن من الأخير. أنا برات هاي القصة، ما رح أقدر ساعدكن. هالمعلومات سرية وبتخص الدولة، بركي وعيت بإيدين دولة معادية. طالما أنت خايف كل هالقد ومالك مسترجي تساعدنا، يمكن هالفيلم اللي أنت متصور فيه ببيت الدعارة يشجعك ويغير موقفك. يعني كنتوا عم تصوروا كل شيء بكاميرات سرية؟ ما في داعي تخجل وتستحي من شيء. أنا لو مكانك ما بخجل لأنك كنت بالفيلم مثل الفحل. إذا هالأفلام انتشرت بالإنترنت رح تكون فضيحة لكم. شو رح تقول أمك؟ شو رح يقول أبوك؟ ها؟ وعرفت أنه أمك لقت لك عروس بتليق بمكانتك. أبوك وأمك شايفين حالهم فيك قدام الضيعة ورافعين راسهم فيك وعم يقولوا ابني عم يخدم وطنه بشرف. قال عم يخدمه. أي خدمة هاي؟ هذا اسمه ابتزاز ووساخة. عود عود ولك عود بمكانك. خلاص طول بالك. قال وساخة، قال عم يحكي علينا وهو زبالة الناس. مين متصور بهالفيلم، أنا ولا أنت؟ ها؟ تفضل معلم بكاس، أنا بترجاك روق ولا تعصب. قال شاف ملف بالكمبيوتر وبده يلاقي بكاس.
وانت بدك تروح لعنده لتسأله وينها مليكة، ما هيك؟ ايه رح أسأله. إذا مليكة عايشة فأكيد رح يلعبوا شي لعبة ورح يفتحوا الدفاتر القديمة. سيد مسار، ليش عم تضحك؟ شو يلي شاغل بالنا وعم نلاحقه، وشو يلي شاغل بالك وعم تلاحقه؟ أنا كتير مستغرب كيف تغيرت. بصراحة كنت مفكرك تغيرت للأحسن وصرت عاقل وبتلقطها على الطاير. شو بتقصد بهالكلام هاد؟ أنت كيف ما فهمت إنه هاي حيلة من حيل بيكهاس؟ يمكن هن بدهم إياك تفكر إنه مليكة لساتها عايشة، يعني بدهم يخلوك تفقد تركيزك. وطبعاً بهالطريقة راح يقدروا يشوشولك عقلك وما عاد تقدر تأدي واجبك بنوب بالاستخبارات. ماشي، بس هذا الواطي ليش اختار هاي القصة بالذات ليلعب عليها؟ لأنه بيعرف إنك أكتر عميل مهم عنا وأكتر شخص بشكل خطر عليه، وإذا قدر يطلعك برات اللعبة راح يكون هو الرابح بكل الجولات، أو يمكن وقتها راح يقدر يسرق جهاز فك الشيفرات بكل سهولة. شو هالجهاز سيدي؟ كل الوثائق والمعلومات المهمة والخاصة بالدولة واللي مشفرة بطريقة خاصة وسرية مهددة بالسرقة منهم. نحن متأكدين إنه بيكهاس عم يخطط ليسرق جهاز فك الشيفرات. والسبب؟ بتعرف إنه بيكهاس وهديك اللي اسمها عزيزة في عندهم شبكة للدعارة، وهيك بيقدروا عن طريق هالشبكة يسحبوا بعض الضباط لعندهم ويوقعوهم بالفخ، وبعدين بيبتزوا الضباط بعد ما يصوروهم ببيوت الدعارة. وهلأ هنن في عندهم خطة راح ينفذوها بهالطريقة. ايه، وشو هالخطة؟ ليقدر بيكهاس يوصل لجهاز فك الشيفرات رح يستغل 2 ضباط شباب عن طريق ابتزازهم بمثل هيك افلام حتى ينفذوا عملياته. بيكهاس لحتى يقدر ياخد هالجهاز اجتاز الخطوة الاولى. وهلأ انت بدك وثائق الدولة واسرارها تتسرب لهالخاين وتنباع للدول الخارجية المعادية، ولا رح تلاحق هالقليل الشرف يلي قدر يأثر عليك وتوقفوا عند حده؟ بدي هالجهاز بسرعة. بما انه انتو المسؤولين عن حماية هالجهاز فأكيد بتعرفوا وين بدهم ينقلوه. ما بيخبرونا هيك معلومة لآخر لحظة. ماشي، لكان منستنى لتجيكم الأوامر. يعني مهمتكم أول ما بتعرفوا وين رح ينقلوه بتخبرونا فورا. ماشي، والباقي علينا. وإذا نفذتوا هالمهمة رح نسلمكم الأفلام تبعكم، وإذا بدكم كمان نحن ما رح نبخل عليكم بأي شيء من مخدرات وبنات وغيرهم، وبعدها رح يكون لكم مكافأة. رح نساعدكم بمجال شغلكم ورح يصير لكم واسطات ورح تترفعوا، وبتاخدوا اللي بتطلبوه بأي وقت. يلا لشوف، خلونا اليوم نشرب كاس هالانتصار الكبير تبعنا. ايه حبيبتي نورة، أكيد ما رح تقولي إنك ما بتقدري تشربي، نحن عم نحتفل من شانك. بما أنكم عم تحتفلوا اليوم مشاني وأنا رح أشرب معك. وهي هي المصيبة الكبيرة، منعرف إنه عندهم وثائق وملفات سرية. يعني بيكهاس الواطي بيعرف إنه ما رح يقدر يفك هالملفات المشفرة، من شان هيك بده يسرق هالجهاز. مع الأسف هيك. بتعرف يا أرجان، الكفن أطهر شي مستعد إلبسه ولا خون وطني. معك حق، كلامك صحيح، ما بدك تيجي طفل. أنا رايح. وأنا ما فيني إلك الله ييسر لك طريقك. ما رح تعقل بعمرك، بس بكرة بتشوف. أنت كذبت عليه ما؟ بخصوص شو بقى؟ بخصوص وفائك لوعدك له، ما عطيته النسخة الأصلية؟ شو مفكرني أجدب يا زكريا الصغير؟ استغفر الله. إذا مسكت دنب النمر بتدركه شي؟ كان فينا نمنعه ينتحر. بدنا إرادة مشان هالكلاب ما يستغلونا، العيب فينا نحن يا غيس. هي السيارة يلي ورانا من زمان عم تلاحقنا. ليش ما خبرتني؟ قلت لحالي خليني اتأكد بالأول، بس لاحظت انه صار لزمان ورانا على الدعسة. طيب اسرع شوي، لو خبرتني من الأول لطلبنا المساعدة. يا ترى مين هدول؟ انا رح اتصل بالشرطة.